السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. النهاردة الخميس 13/20/24، حلقة اسعار جديدة مهمة، كملوها معانا للاخر. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة، ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش نزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامة. اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دورة تسمين، المتابعة معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد. اي حد عنده اي سؤال، عنده مشكلة متكررة في التسمين، يكتبها لنا في التعليقات تحت الفيديو، نعمل لها حلقة خاصة ونشرحها ونسهل الامور على اخواتنا المربيين المبتدئين. طيب ندخل بقى على طول النهاردة في الحلقة. النهاردة عندنا ثبات في اسعار الكتاكيت. النهاردة الخميس، يعني بورصة الكتاكيت بتقفل النهاردة على ثبات. ده معناه ايه؟ معناه ان الوضع مستقر، سواء في اسعار الكتاكيت، اسعار الفراخ البيضة كمان برضو مستقرة على اعلى سعر ليها تنفيذات في المزرعة وكمان في السوق بالنسبة لاخواتنا المستهلكين. اسعار البيض برضو فيها ارتفاع ولكن ثابتة بقالها فترة طويلة على نفس السعر. اسعار الاعلاف كمان برضو فيها ثبات واستقرار على اسعارها اللي ارتفعت بقالها يومين ثلاثة. خلاص يبقى السوق النهاردة مستقر. ده معناه ايه؟ معناه ان فيه هدوء نوعا ما في اسعار الكتاكيت. اسعار الكتاكيت ثابتة النهاردة، الله اعلم بقى ايه اللي هيحصل السبت. الشركات يعني هترحم المربي وتخلي كده عندها النظر بقى وكفاية المكاسب الرهيبة اللي هي اخدتها الفترة دي كلها، ولا برضو مصرة على الارتفاع؟ اي نعم الاسعار غالية جدا، ولكن النهاردة اول يوم ما فيش فيها ارتفاع. امبارح كان فيها ارتفاع 2 جنيه و3 جنيه في بعض الشركات، النهاردة ثبات. طيب اخواتنا بقى اللي بيسألونا ندخل كتاكيت ولا نسكن ولا نستنى ولا نوقف شغل ولا نعمل ايه؟ بص يا جماعة، الحتة دي تحديدا او الجزئية دي تحديدا انا ما اقدرش اقول لحضرتك اشتغل او وقف، ده شغلك وده اكل عيشك وده رزقك، انا ما اقدرش اتدخل فيه. ولكن نصيحة لوجه الله، اللي هيسكن الوقتي يشتغل على اسعار الفراخ البيضة، يعني يحسب حساباته على الاسعار الحالية. الله اعلم في الاسعار الكتاكيت دي لما تيجي تخرج الكتكوت ده فرخة السعر هيبقى عامل كام، هل هيبقى مرتفع، هل هيبقى ثابت زي الوقت الحالي اللي احنا فيه، الله اعلم. فانت عاوز تشتغل اشتغل واعمل حساباتك على الوضع الحالي. خلاص الناس ممكن تكون يعني قلبها جامد وبتدخل الكتكوت دلوقتي بالسعر المرعب ده علشان اسعار الفراخ هترفع، الله اعلم يا جماعة. فاحنا برضو نخلينا ماسكين العصاية من النص، اللي بيشتغل ممكن يشتغل بنص طاقة بدل ما يوقف. فاهمين قصدي ايه؟ واعملوا حساباتكو على الوضع الحالي ده، احسب حساباتك، اشتغل بشكل صحيح بكتكوت كويس. خلي بالك الوقت وانت بسكن كتكوت بالاسعار دي لازم تسكن كتكوت مفيش فيه غلطة بالمعنى الحرفي للكلمة. هات من مكان موثوق فيه، من شركة محترمة، من موزع محترم بيخاف ربنا، لان بالاسعار دي محدش بيطلع كتكوت وحش يا جماعة. فمهم قوي ان انت تدخل كتكوت ما فيهوش غلطة. تعالوا بقى نعرف الاسعار كلها النهاردة. ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى، شيروا الحلقة علشان الناس كلها تعرف الاسعار الحقيقية والفعلية النهاردة من داخل السوق. ما تنسوش كمان لو لسه جداد علينا اعملوا اشتراك وفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصل لحضرتك اشعار من اليوتيوب وقت نزول الحلقة. طيب بعتذر النهارده الحلقه هتنزل لحضراتكم متاخر شويه، كان عندنا زحمه شغل بصراحه، ويعني انا سجلت الفيديو وقته متاخر شويه، بعتذر. ان شاء الله بكره الاسعار هتنزل لكم بدري اكتر من كده. يلا بينا. الباط البلدي ارض المزرعه 110 والمحلات 120، المسكوفي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، المولر ارض المزرعه 95 والمحلات 105، الفرنساوي ارض المزرعه 75 والمحلات 85، الحمام البلدي ارض المزرعه 140 والمحلات 150 جنيه للجوز، السمان 80 جنيه ارض المزرعه والمحلات 90 جنيه للجوز، الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 115 والمحلات 125، الروم الابيض ارض المزرعه 95 والمحلات 105، الارنب ارض المزرعه 115 والمحلات 125 جنيه للكيلو، الفراخ البلدي ارض المزرعه 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو، الرزي والفيومي ارض المزرعه 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، الساسو ارض المزرعه 92 والمحلات 110 جنيه للكيلو، امهات الساسو ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو،
ابيض بياض ارض المزرعه 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو، احمر بياض ارض المزرعه 75 والمحلات 85، امهات الفراخ البلدي ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، امهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيره ارض المزرعه 76 والمحلات 88. اما بالنسبه لاسعار الفراخ النهارده، ارض المزرعه 77 والمحلات من 85 ل 86 جنيه في المحافظات الكبيره. اما عن اسعار الاعلاف النهارده، الطن بيتراوح من ال 20 لل 22800، العبوه وقطعي في المحلات ال 25 كيلو 535، بادي السوبر 530، نامي 525 ناهي، والكيلو قطاعي بيتراوح من 23 ل 24 جنيه. الردة العبوة 25 كيلو 405، الدقيق العبوة 25 كيلو 395، رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو من 640 ل 650، رز بلدي رفيع العبوة 25 كيلو من 620 ل 630. اما عن المكرونة، العبوة 10 كيلو من 190 ل 180 جنيه. اما عن اسعار البيض النهاردة، الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 168 والمحلات المستهلك 178، اما عن الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 170 والمحلات للمستهلك 180 جنيه للطبق البيض الاحمر. اما عن البيض البلدي النهارده، من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما بقى عن اسعار الكتاكيت النهارده، يبقى الحال على ما هو عليه، ثبات على اعلى سعر للكتاكيت النهارده. الايام اللي جايه هيكون فيها ايه الله اعلم، خلونا نستنى ونشوف الوضع هيكون فيه ايه في الايام اللي جايه، بدايه من الاسبوع الجاي السبت ان شاء الله. مولر محلي 68، الفرنساوي 39، شريفان 34، بكيني 31، والبيور 44، مسكوفي مخلط 59، المسكوفي الار 41 64، رومي بلدي اسود 60 جنيه، رومي برونزي 60 جنيه، سمان من 7 ل 10 على حسب العمر، الجميزة البيور 28، جميزة بياض 24، فيومي بلدي 13، رزي على وشه 24، رزي فرز ديوك 28، رزي برابر 21، ساسو جلتاني 25، ساسو شفر مزارع النهاردة 28، هجين 22، بلدي حر 13، بلدي مشعر 14. اما بقى عن الكتكوت الابيض النهاردة، ايه الاهالي ارض معمل من 43 ل 44، والشركات بادئ من 45 ل 54 جنيه للأسف. منتهى الظلم بجد، يعني افطرة بالمعنى الحرفي للكلمة من الشركات. دي كانت الاسعار المعلنة النهاردة، ودي كانت حلقتنا، نتمنى يكون القادم افضل، نتمنى الخير لبلدنا. ودي كانت الاسعار المعلنة النهاردة، لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين بجد فايتكم كتير، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لحضراتكم اشعار من اليوتيوب وقت نزول الحلقة بالاسعار الحقيقية والفعلية في السوق. اكتبوا لنا كمان الاسعار عندكم عاملة ازاي في محافظات حضراتكم، واستنونا في حلقة جديدة. شكرا جدا ليكم على حسن المتابعة، شكرا جدا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربية، شكرا جدا ليكم على الثقة الغالية، بحبكم جدا في الله، استنونا في حلقة جديدة، اشوفكم تاني بألف صحة وخير، تحياتي للجميع.